السلام عليكم، أهلين فيكم في فيديو جديد. طبعا فكرت وقلت خلينا نجرب الحركة، يمكن تمشي. قبل سنة أو سنتين، أكثر سنتين يمكن، كان عندي دردشة على الطاير كنت أسويها وأنا رايح الدوام، وقفتها من زمان، حلوة فما راح أرجعها، راح أحولها إلى سناب شات، نفس الشيء دردشة سناب شات. فهذا بتصوير كاميرا الايفون الأمامية الآن بدون سناب شات، ف راح يكون اوضح 100%، اوضح بكثير من سناب شات، لان هنا 4K وكل شيء. هناك شبكه تواصل، ما اتوقع في شبكه تواصل الان، سناب شات انستغرام وغير هذه ما خلوا ال 4K للان. المهم راح انتقل معاكم الحين الى سناب شات، بصور في سناب شات، لكن قلت اسوي فيديو منفصل ارحب لكم في اليوتيوب. هذا سناب شات، انا كعاده في سناب شات ما راح اقول لكم يوميا ولا راح اقول لكم يوم ورا يوم، اقول لكم في الاسبوع مره اطلع كذا ونحط اسألني ونسولف واشخاص يسألون واجاوب لهم واحط يومياتي شوي. فالان في سناب شات راح اتكلم عن موضوع ما بقول لكم اياه هنا، نخش في سناب شات الحين ونكمل. طبعا هذا حسابي سناب شات، اتمنى اي شخص اذا ودك نسولف اكثر في سناب شات يكون اكثر، والوضع حبي يكون هناك ونبدا معاكم. فموضوعي في سناب شات وهو مش موضوع واحد، يمكن موضوعين او ثلاث ما ادري، راح نفتح فقره الاسئله. فمش الان لحد يسالني هنا ولا راح يكون الاسئله هنا، راح تكون في رابط حط لكم تسالوني، فما تسالني هنا الفيديو لا. المهم كبدايه الان الاخبار قويه على الايباد برو القادم، انه خلاص قرب كثير. مارتش يعتبر خلص، باقي اسبوع على مارتش وما صار مؤتمر ابل، والاخبار الثانيه تقول لك ان مؤتمر ابل راح يكون في ابريل. فاقدر اقول لكم 99% انه راح يكون قبل رمضان بثمان يوم اسبوع يمكن كذا، يعني هالحدود. المهم انه بتصوم مع الاي، اذا الشخص ينتظر الايباد القادم فتقدر تشتري وانت وقت الصيام يعني تصوم معه. المهم فهذا هو موضوعنا. الموضوع الثاني ان ابل متوهقه كثير. متوهقه في شنو؟ متوهقه من التسريبات. بعض الاشخاص يجي يطلع يقول لك ان التسريبات تفيد ابل. لا، انت لو عندك شركة راح تعرف اذا انت شركتك نفس الشركات الثانية اللي موجودة، تقدر تقول اوكي تفيدني التسريبات، ان بتخلي العين تفتر علي، الحديث يبدأ الناس يتكلمون عني، السوشيال ميديا تبدأ تتكلم عني، هذا شيء حلو، شيء حلو لسامسونج، شيء حلو لحق هواوي، شيء حلو لحق الشركات الثانية، شركات قوية. لا، الشركات اللي جالسة تبيع كثير اذا طلعت تسريبات يقل مبيعات الاجهزة اللي موجودة عندها الان، فما تبي ذي الشيء. راح اعلمكم شلون برضو اكثر حبه حبه معاي. بيقول يعني سامسونج ما تبيع كثير؟ لا، مقارنه بابل لا ما تبيع كثير. يعني الان تكلمت لكم عند الموضوع في سناب شات من قبل اسبوعين تقريبا، ان الايفون 12 ميني مبيعاته محبطه وابل ما توقعت ذي المبيعات، لكن بالصحيح كارقام الايفون 12 ميني اللي مبيعاته محبطه هو رقم 10 في اقوى مبيعات في العالم. رقم 10 الشركات الثانيه لو عندهم رقم 10، يعني في جوال بعض الشركات مش موجود جوالها مش موجود في العشر الاوائل. رقم 10 في بعض الشركات لو في يعني جوال منها جوالات رقم 10، توقع ان تحط بوستر في الشارع كذا تقول اوه احنا رقم العاشر اكثر مبيعات جوال في العالم. ابل تقول لك لا، 12 ميني مش المبيعات اللي كنا نبيها احنا، ويعتبر شيء سلبي عند ابل، لكن مبيعاتهم ارباح يعتبر الرقم العاشر في العالم. من اللي يتمنى يعني شركات كثيرة تتمنى تخش في العشر الأوائل. فأبل هذا الشيء من الأشياء. وبرضو الأيباد برو، يعني أبل تقول لك ليش أطلع تسريبات الآن حق الأيباد برو وكذا أنا أتوهق، كذا مبيعات الأيباد برو اللي موجودة الآن عندي راح تقل كثير، فأنا أبي المبيعات اللي موجودة عندي الآن. وتطلع ستيف جوبز من زمان وتكلم، أذكرها من زمان قبل ما يموت من زمان، قال يعني تقريبا ستيف أو تيم كوك أو واحد من المهم من أبل يقول لك احنا ما نبي ذا الشيء وذا المبيعات تضرنا. اذكر هذه الكلمة ستيف جوبز قالها، المبيعات تضرنا. ف اذا الايفون حقك او تبي تشتري ايفون الان الساعة 2 تشتري الايفون، الايفون الموجود هذا هو اخر واحد، مثلا الايفون 12 الساعة 2 هذا اخر واحد موجود في السوق، صارت 9000 نزل ايفون جديد خلاص، ان جوالك يوم شريت ذيك الفترة هو اخر واحد موجود. عقل الشركه تبي تسوي زي كذا، ليش تقول لك عشان لا تضرنا ولا احد تفكر يعني لو انه في تسريبات يقول لك اوه ليش اشتري، انتظر صعب ينزل واحد جديد ليش اشتري الان. فكذا
متأكدة الشركة ما باعت الجهاز اللي لو في تسريبات، لو ما في تسريبات كان باعتها. فهذا الشيء من شركة أبل. شركة ثانية لا، مثل ما قلت لك تبي الصوت حقه. فهو ستيف جوبز أذكرها تقريبا قال، وقال هذا الشيء يضرنا، التسريبات تضرنا كثير، احنا اوريدي قاعدين نبيع كويس فما نبي تقل التسريبات او تقل المبيعات. فطلعت الان اصلا أبل وتكلمت، او قبل ثلاث شهور تقريبا قلت لكم انا، وطلعت تسريبات برضو عن أبل شغالة على موظفين عندها يسربون اشياء عكس علشان تطلع التسريبات القوية دي وتطلع كذا، بعدين تطلع التسريبات الحقيقية ما نصدقها. فالتناقض ده خلاص يطيح المسربين. أبل الآن اليوم طلعت تسريبات برضو أو أخبار تعتبر نقدر نقول شيء طبيعة أبل لازم تسويها، إن حصرت المصانع حقينها اللي في الصين، حصرت الأشخاص اللي يقدرون يوصلون لحق الـ 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 الأجزاء اللي موجودة في المصانع في الأجهزة اللي ما بعد تنزل. يعني مثلا الحين أبل قاعد تصنع مثل الآيباد برو، ممنوع أحد يخش، مش كل موظف يخش، وبرضو الموظفين الهيستوري حقهم مش نظيف ما راح يقدرون يخشون. حصرت دي الشيء. ليش سوت أبل كذا؟ بسبب التسريبات، ما تبي التسريبات تطلع. هذا الشيء من الأشياء. طبعا وصلت الدوام الآن راح نكمل بعدين، لكن هذا الشيء من الأشياء. وبرضو حتى حق الحكومة، يعني حصرت الأشخاص الموظفين قليل يدخلون، الموظفين اللي أوه أوكي أنت موظف لازم تخشين عشان تشتغل، خلاص راح تخشين، ما تخشش واحد معاك في القطاع، حتى وإن شخص ثاني موظف بس مش شغلته هنا، خلاص تروح ذيك الجهة علشان نعرف الأشخاص وعدد الأشخاص نحصرهم اللي يدخلون حق ذا المكان، وبكذا نعرف التسريبات كيف حتى. هذا الشيء من الأشياء، لأن التسريبات أكثر التسريبات والتصنيع والأشياء دي من موظفين أبل هنا، خصوصا كورونا الآن تطلعون بسبب كورونا. لكن الشيء السهل إن تتسرب أشياء من الصين، هناك شوي بعيد عن أبل، بعيد عن الديبارتمنت حق أبل نفسه أو مقر أبل يعني، أو أبل نفسه، هناك مصنع ثاني وصينيين وكلهم مع بعض يعني. المهم لكن في أشياء ثانية ما تقدر تغطيها أبل، ألا وهي السوفتوير نفسه، مثل الاي او اس 14.5 الان طلع فيه جهازين تقريبا كاكواد، وتكلمت عن في الاي او اس 14.5 البيتا الخامس اللي نزلته اليوم، ان في اكواد لحق اجهزه مش موجوده ما نستخدمها الان. فابل قاعده تشتغل على جهازين، شنو ايباد برو يمكن 11 انش و 12.9 شيء طبيعي، وعليه برضو الجي بي يو غير. فاتوقع مع التسريبات الان ان المعالج الجديد مال ابل حق الايباد وهو المصنوع على الام 1 جاهزين أبل قاعد تختبره، ف بيس اون اون مون ام 1 لا ما راح يكون، يعني اتوقع الاي 14 اكس راح يكون. هذا شيء من الاشياء. وما ادري هل أبل راح تحط في الايباد، طبعا الايباد برو قادم في كذا تسريب طلع فيه راح يحطون فيه ثندر بولت يمكن، فشيء قوي اذا انه بيس اون ام 1 لو ما اوريدي المداخل حقتها فيه ثندر بولت. ف ايباد برو مع ثندر بولت راح يكون مدخل USB، راح يكون نقل بيانات سريع، هذا الشيء اللي كنا نتمناه من زمان. كاميرات راح يكون تحسينها قوي، اتمنى برا تحسن الكاميرا الاماميه اكثر من الكاميرات الخلفيه في التصوير افضل. يعني ما اتوقع انه في شخص بيصور الكاميرا الخلفيه حق تصوير عادي بيمسك الايباد برو كذا، لكن الكاميرا الاماميه في الفيديوهات والاشياء دي في زوم وغيره تكون افضل. اتوقع اتمنى تحسن الكاميرا الأمامية وتعدل مكانها، بدل من هي كذا موجودة تعدل تخليها كذا، يعني ما هي موجودة في اليسار تخليها في الوسط كلابتوب عادي. المهم أي شخص عنده سؤال يسحب الشاشة، مش في سناب شات هنا لا، اسحب الشاشة واسألني، عطني كذا ساعتين ثلاث ساعات ساعة ساعتين كذا وراح أجاوب لكم، ما أدري كم لكن في الوقت الوقت ذا قمت أمشي بكاش أنا صغير بسبب الدراسة هنا واللاب اللي أنا أشتغل فيه، كل شوي ناقصني شيء أصعد فوق أشتغل، اللي فوق المتجر أصلاً مل مني، أحيانا لما أجيب فلوس معي يقول لي خلاص تجيبهم بعدين. شو فينا بس أهم شيء تخلي فلوس في الشنطة عندك في الدراسة، كل شوي مع إني ما أمشي فلوس، كل شيء هنا أقدر أستخدم بطاقة إلا هنا. هنا ما عندهم بطاقة لازم كاش. نجلس نبحث هذا نفس الرقم. اللي يشتغل مش موجود، جلس دور في المخزن، حط واحد ثاني يوم دخلت قلت له بهذا الشيء، قال لي دور لك شوف، ما حصلتهم كلهم
حصلت بس ذي الكباسيتر اثنين، انا اوريدي جايب ذي الاثنين، اخذت اثنين، باقي هذا مكتوب عليه 1 و 3 جي. بنزل تحت الان بس ابي اقيس الفوليوم حق جو بعد هذا فوق، شوف الفوليوم ايش كان حتى ما ثاني، بس ابي انا السيراميك. اعطيني هولد الجامعه، ومتى يفتح الهولد ذا؟ تو ما اعطيني هولد الشهر اللي راح، ما ادري ليش اصلا، فبروح اكلمهم الحين، باقي 10 دقائق يسكرون. متى يفك الهولد؟ ف 2099 يعني اتوقع احفاد احفادي ممكن عشان يسدد ويندوز، اذا كنت ما راح اسدد يعني عشان يفتح، فبروح اشوف شو السالفه. عليهم حركات بس من بعد كورونا بدأوا يتفننون كيف يخلون فلوس. يعني مادة مدرس كان يقول لك خلاص هذا الكتاب روح اشترى منه بوك ستور أو دورة إذا حصلت أونلاين، ما لهم شغل فيك يعني. الحين المدرسة اللي ما خل المادة معاها، لا البوك أنا بعطيكم إياه PDF سرقتها هي. PDF موجود، انا بعطيك مياه ولازم تدفعون قيمتها، وينزل مع يعني حسابك في الجامعة لازم تدفعه مع قيمة الدراسة حق السمستر. ما عندك حل، لازم تدفع كذا كتاب ما بيستخدم. انا اوريدي عندي الكتاب المدرسة، ارسل لك الكتاب، انا اوريدي عندي ديجيتال، ترى تكتب بس اسم الكتاب في جوجل تحط PDF في النهاية ويطلع لك الكتاب. لا المدرسة انا حطيته لكم في الديجيتال في موقع الجامعة، لازم تدفع قيمتها. رحت لهم قلت لهم قبل شوي قلت لهم زين طيب ما استخدمت الكتاب حقها وما ابي اسوي بشيل المبلغ ده، قال لي لا ما بقش على نهايه السمستر، لو تبي تسوي ذا الشيء سويته من البدايه. طيب هذا اول مره اشوف الحركه ان المدرسه اجباري تحط لك البوك في نفس، اول مره اشوف هذه الحركه يعني ما كانت موجوده عندنا في الجامعه. خلاص المدرس يقول لك دور الكتاب، اصلا بعض المدرسين يقول لك الواجب في ذا الكتاب، يحط لك رقم الصفحة وترسل له الأحيان في نفس الشرح، أوه ما عندكم كتاب خلاص أنا بصوره وبعطيكم إياه، بصور لكم الشابتر هذا كامل أحيانا بعض المدرسين ومع الواجب يرفع لهم. وبعض المدرسين يقول لك، هو يقول لك كذا الكتاب موجود في الإنترنت ما يحتاج تشتري، لهذا المدرسة أنا سرقتها تقول لك وبحط لك وتدفع قيمتها. أصب بعد ما ذكر رجعنا معكم في شيء اتوقع عبل لازم تسوي الماج سيف، ليش ما تحطه في الايباد؟ طبعا في اللابتوب صعب الان يعني ما ادري 60 واط بلا شيء، بس في الايباد ليش ما تحطه؟ الايباد ما اتوقع يحتاج له شيء، ويكون في وايرلس تشارجر، ليش ما فيه يعني؟ اوكي صح الومنيوم مع انهم طلعوا شيء بس ما حتستخدم التقنيه ان تحت الالومنيوم وايرلس. المهم لكن علامة أبل في الخلف يكون عليها الكويل أو مكان الشحن، خلاص نقدر نستخدم وايرلس شحن وايرلس يعني بالماج سيف على الأقل. الحين الآيفون تقدر تشحنه بالكيبل، تقدر تشحنه بالماج سيف وشحن الوايرلس، فحتى الآيباد ليش لا؟ وكم يعني 20 واط يعني وقفت على 7 واط أو 8 واط اللي ما يقدر يشحنها الآيفون الآن، فنقدر أتوقع نستخدم أو 5 واط تقريبا هناك 15، ف يزيدونها تقريبا شوي خلاص يقدر يعني اتوقع الماك سيف نقدر نوصل على 20 واط، حتى لو تحت ال 20 واط حق الايباد حلو يعني، فاتوقع انه لازم يحطونها في الايباد. فالى الان الاشياء اللي نعرف حق الايباد الميني ليد، وبعض الاخبار يقول لك الميني ليد راح تكون على الكبير ما راح تكون على الصغير، ما ادري او نتكلم شوي عن الميني ليد والثندر بولت والكاميرات الافضل والاي 14X. هذه الاشياء اللي الان نعرفها عن الايباد الجديد، هل في اشياء ثانيه؟ ممكن القلم الجديد شو اللي بتكون ميزات فيه ما حد يدري. خلينا نتكلم عن الشاشات، في اخبار طلعت ان ابل راح تحط الميني ليد في الايباد برو، والسنه القادمه تقريبا في الايباد اير، الابرات المش برو راح تحط فيها الاوليد،
بعض الأشخاص يقول لك أوه ليش؟ اعتقاد الناس هذه المشكلة. بعض الأشخاص اعتقادهم إن الأولد هي مش بس تقنية، هي ريزولوشن يعني وضوح شاشة تكون أفضل. يتوقعون إن الأولد هي 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 المستقبل، وهذا لا غلط. بسبب شنو؟ بسبب حتى سامسونج نفسها هي تدري إن هذا غلط، وجالسين يفكرون بشاشات ثانية، الميني ليد والمايكرو ليد، وتكلمت عنها فيديوهات شو الفرق بينهم، شو الأشياء دي الثانية. وبرضه سامسونج اللي هي تصنع الأولد ما حطت الشاشة الأولد في التلفزيونات، أبصرت البداية وحنا رجعوا سووا كيولد والأشياء دي الثانية. ما حطت الاختصار إنه يدرون سلبيات الأولد فما حطوها في الأجهزة في التابلت. لو بتحط الأولد سامسونج أو أبل، شو السلبيات اللي راح نحس فيها وش السلبيات اللي أبل الآن خايفة منها؟ أول حاجة في البرايتنس، في الارتفاع وفي الانخفاض إضاءة الشاشة، في مشاكل إن يعني ما تصير أكيد، يعني ما تصير ما يصير شيء ثابت، يعني إنك تنزل الشاشة خصوصا من اللون الأسود للون الأبيض تحس إن الإضاءة تلعب. هذه مشكلة من مشكلات الأولد الآن في الأجهزة. أتوقع بعض اللابتوبات السنة هذه والسنة راح تنزلوا أولد فيها، لكن هذه بعض المشاكل. هذا اللي خلى الشركات التقنية الآن كان يفكرون في الميني ليد والمايكرو ليد تقريبا، تأخذ ميزات الأولد وهي وردي يعني من LCD فتصير في الوسط. شنو شو اللي تبي من الأولد؟ تبي الأسود يكون أسود مطفي أو الأسود داكن مرة مطفي، والأبيض يكون أبيض أبيض. هذا أكثر الأشياء اللي يبون من الأولد، فيأخذون من هذه الميزات هالميزات والاحتراق الشاشة والأشياء دي الثانية. إنه خصوصا الأيباد، يعني ملعبك في الأيباد واستخدامك في الأيباد راح يكون أكثر بكثير من التلفزيون خصوصا في ذي الوقت. فما راح تروح لها شركة أبل. والآن مثل أبل الحين في الآيفونات كلها، الآيفونات كلها الموجودة الحين كلها أولد، فالLCD ما أتوقع أن ما راح تجيب أرباح. ما أتوقع أن الأشخاص يجي لك يقول لك هذه LCD وهذه أولد. هذه الأولد في الجهاز هذا قيمتها مثلا أقل من الLCD $200 مثلا، راح يشتري لك الأولد. لا، راح يشتري لك LCD. هذا الباين عليه مثل الايفون 11 السنة راحت، LCD شوف كم مبيعاته مقارنة بالأولد بالايفون 11 برو 11 برو ماكس. هذا يقول لك أنا خلاص شغال الجهاز ممتاز، الشاشة الشيء أشوفه عادل، خلاص اشتري، ليش ما اشتري؟ اوكي، شيء حلو ان الاجهزه ال12 ذي كلها لان موجوده الان كلها اولد، لكن في جهاز ناقص يكون فيه LCD وارخص. يعني خلي في جهاز ب 400 500 600 دولار فيه LCD راح يجيب مبيعات قويه وراح يغطي على مبيعات الاولد اللي موجوده عندك. ليش؟ لانه رخيص. والاشخاص يقول لك انا بالجهاز يشتغل ابي استخدمه خلاص، يعني هل اذا كان LCD ما راح استخدمه؟ لا، راح استخدمه، فراح يغطي على الجهاز الثاني. وهذا دليل على ان الLED الاولد قصدي OLED الأشخاص يبونها بس علشان يبونها بس كذا الكلمة. لكن إذا جينا في الطبيعة وفي الاستخدام، أجهزة كثيرة موجودين نوعين، هذا أرخص راح أروح له، ما راح أروح حق شيء ثاني. فالآيفون 12 أوكي مشي، لكن في الآيفون SE لازم يرجع. يعني تخيل إن الآيفون SE يرجع السنة القادمة مثلا، يكون الشكل حقه مثل الآيفون 11 مثلا والLCD هو نفس الايفون 11، ريزولوشن حق الايفون 11 وكل شيء، LCD مبيعات راح تكون قويه ب $400 300 وشوي، ب 420 مثلا راح تكون مبيعات قويه. هذا الدليل ان الناس يروحون حق ذا الشيء. ف اذا نزل الايفون او الايباد برو بالميني ليد البرو الكبير، ما ندري هل الصغير راح يكون ميني ليد ولا لا، وبعدها بسنه نزل الايباد اير مثلا بالاولد مثلا، هل راح تشتري الايباد اير بميزه ان عنده في اولد بس؟ يعتبر ان الايباد برو ما بكويس لانه عليه الميني ليد. ابل ما حطت الشيء، ما سوت العكس، لان الميني ليد هو راح يكون افضل من الاولد. لكن حلو ان بعض الاشخاص اللي عندهم براد بالهم ان الاولد افضل شيء، روح لك الايباد اير. كده راح جابت فئه من الناس اللي يبون بس الاولد حق الايباد اير، واللي يبون التقنيات والاشياء القويه الهاردوير والاشياء الثانيه عندهم الايباد برو. طيب خل نخلص من الايباد برو. الايباد برو مثل ما قلت لكم انا بعطي اسبوعين، والخبر لازم نزل كل شيء، ونزل يعني موعد المؤتمر علن عن ذلك.
الأسبوعين الجايين. خلا جواب على بعض الناس اللي يقولون لك أن أبل ليش تتأخر في التغنية، ليش مثلا جات شركة ثانية مثلا الشاشة 120 هيرتز اللي نزلت الآن، ليش أبل ما حطتها من السنة راحت؟ أبل أول حاجة ما تبي تحط الشيء إلا يفيد حتى في البطارية، يعني بعض الشركات حطوه لكن ما في تغنية، يعني الجهاز أوكي تقدر تسوي لك سوفتوير يعني مشغله لك، لكن أبل تبي شيء اسمه LTPO. LTPO موجود السنوات اللي راحت بس مش موجود في الجوالات، موجود في أقدر أقول لك في LCD البداية، LCD already موجودة في الآيباد، أول جهاز اللي بالتابلت من ذيك الفترة من 2018 في 120 هيرتز الآيباد، بسبب أن LCD كانت فيه ميزة لكن الأولد ما تقدر تحطها. وبرضو في ساعة أبل، ساعة أبل موجود ذي الميزة، وفي فيديوهات تكلمت عنها برضو من زمان، فأبل كانت تبيها ذي. طيب السنة راحت نزلت قبل ما أبل ما تسوي الآيفون نزلت ذي الميزة وسامسونج حطتها أجهزتها، والآن وإن بلس وغيرهم حطوا ذي الميزة وكل الأجهزة حقتهم يكتب لك LTPO مكتوب عليها. ليش أبل ما سوت السنة راحت؟ المشكلة في شنو؟ إن وهذا برضو تسريبات طلعت اليوم عند الشيء برضو، إن أبل جت تطلب الشيء ما راح، يعني تقدر تحط السنة راحت أبل صح، لكن لو حطت السنة راحت كان إلى الآن ما تقدر تشتري آيفون، ما راح تبيع أبل. ليش؟ لأن الكميات ما راح تكون موجودة. والخبر شنو التسريب اللي طلع أن سامسونج الآن قاعدة تشتغل تصنع شاشات تصنع شاشات للآيفون من الآن، قاعدة تصنع حق الآيفون اللي راح ينزل في شهر 9 القادم. شوف في شهر 3 6 شهور عندك سامسونج، ومختارة سامسونج ليش؟ لأن ما في أتوقع شركة عندها شغل أو عندها مثلا تقول أبل تبي مثلا عطني مليون حبة، عطني مليونين حبة، سامسونج تقول لك أوكي أصنع لك، عندها عالم سامسونج في الصناعة في الإنتاج يعني. فتخيل أن السنة راحت قالت لها أبل يلا أنت جاهز الميزة يلا تصنعيها لي، والشهر الجاي بنزل الآيفون. سامسونج كم راح تعطي أبل؟ كم شاشة عندها راح تعطيها؟ فالمشكلة من حتى سامسونج تكلمت إن من الآن بدأت سامسونج وسعت إنتاج التغنية هذه لحق الآيفون القادم في شهر 9، ومن الآن بدأت تصنع. ليش؟ لأن التغنية جديدة وأبل تبي كمية ما في شركة تقدر تسويها. لكن تجي لحق ون بلس، تجي لحق شركات ثانية عادي لحق سامسونج تقول لها أنت صنعي لي من الحين، ما راح يبيع مليون جهاز جوالي في يوم مثل الآيفون. مليون جهاز يمكن أو مليون شاشة يمكن أبيعها في خلال 4 شهور ولا شيء، أبل تبيعها في يوم. فالكمية دي أبل تقول لك أوكي ما في شخص يقدر ينتجها لي في ذي الفترة، لازم أتأخر. شركة ثانية تقول لك لا أنا عادي عطني إياها المليون تكفيني، أبل تقول لك لا ما أقدر أخذ المليون، أنا متوهق بعدين ما أقدر أصنع الجهاز قدام، أو طلب أكثر من مليون فما أقدر أنتج ذي الميزة أو أحطها في جهازي. فهذا الاختلاف، والدليل مثل ما قلت لك طلع الخبر ان سامسونج من الان بدات تصنع لحق جهاز راح يبدا بيعه في سبتمبر. شوف المسافه. المهم اتوقع خلينا نخلص فقره الجوالات وكل شيء السوالف اللي انا اقولها ونبدا ناخذ اسئلتكم. هذا السؤال اللي خايف منه والله، هذا السؤال اللي قلت بحط اسئلتكم انا عارف انه بينسال السؤال. شوف الويكند هذا راح اسوي الفيديو، اذا ما قدرت انا اقول لك 50% الويكند هذا، لان عندي شيء اشياء قويه الاسبوع القادم، اذا ما قدرت الويكند اللي بعده، فعطني اسبوع الى اسبوعين ان شاء الله اسوي. اهلين اخوي، الطريقه سهله نفس الايفون، في عندك ازرار تطويل الصوت وتقصيرهم، اضغط زر تطويل الصوت بعدين مش مع بعض يعني، بس تطويل الصوت بعدين تقصير الصوت بعدين الباور، يعني 1 2 بعدين 3، خليك تضغط عليه يطلع لك الشدان، او انك تضغط تقليل الصوت مع الباور مع بعض، خليك مع بعض كذا ويطلع لك خيار التطفية. شوف في خيارين، الخيار الاول اذا اهلك حاطين الغيود ف ما تقدر تسوي شيء، يعني مثلا انا بنتي حط لها الغيود ذا الشيء، ما تقدر تحمل، ما تقدر تحذف، ما تقدر تسجل خروج، ففي خيارين، او انك اذا انت غلطان فخش انترادات، خش لحق السكرين اون تايم تقريبا او حق الوقت، هناك موجود هناك الغيود، او ابحث في الاعدادات القيود وتشوف انت مشغلها تطفيها. احيانا يكون في الاي كلاود او في الاي كلاود كذا فجاه يقول لك الخيار هذا بدون ما تشغل القيود، فطف الجهاز وشغله يروح عندك وتقدر تحذفه.
لكن إذا من أهلك ما عندك الخيار. إذا أنت حاط رقم سري وكل شيء ومشغل القيود وناسي الرقم السري فهذا مشكلة. ما أدري هل أبل تقدر تحلها لك أو لأن ما راح أجيب لك حل. إنك الحل هو الوحيد إنك في يمكن محل الوحيد اللي مش موجود أصلاً إنك تهكر جهاز تفتح القيود تشيلهم أو إنك تكلم أبل تشوف. أو الخيار الثالث إذا كنت أنت أوريدي بتسجل خروج من أو تقدر إنك تحذف ترمة الجهاز فأضغط على الفورمات من الكمبيوتر دخله في وضع ال الديب ريكفري مود. اكتب في جوجل ريكفري مود حق ايباد حقي 2018 تقريبا ويعلمك الخيار تحطه بالكمبيوتر وتفرمته. اذا حطيت بالخيار الكمبيوتر وتفرمته راح يقول لك بعدين حط الاي كلاود. لازم الاي كلاود تكون تعرف الرقم السري. بعدين يقول لك حط الاي كلاود عشان تفعله. بعدين خلاص القيود انحذفت لا ترجع الباك اب. هذا الخيار الوحيد. اما اذا كانوا من اهلك فاسهل لك انك تخش في اعدادات القيود تقول حق اهلك اعطوني الرقم السري. وعليكم السلام اخوي. في حلول كثيره فلازم تجرب انت حبه حبه. يعني اول خيار لو اني مكانك بحول لغه الجهاز. اول حاجه حول لغه الجهاز للانجليزي وجرب. طف الجهاز وشغله وجرب. حدث الواتساب وجرب. فالاشياء دي حبه حبه تسويها. اذا ما نفعت الاشياء كلها وما في تحديث وكل شيء حذف البرنامج. اذا حذفت البرنامج ولا صار برضو وحملته ما ادري كنت بالاشياء الموجود فيها. فاذا عندك استطاعة انك تحدث البرنامج تحمله حلو. اذا ما عندك استطاعة فحدث الجهاز حدث الواتساب. ممكن مشكلة في الواتساب. اذا الذاكرة عندك ممتلئة جرب احذف اشياء ثانية منها. اذا ما نفع وحذفت البرنامج ولا نفع فخش الاعدادات عام ذاكرة التخزين او شيء هناك موجود الخيار. تشوف البرامج اللي عندك هناك وحذف البرنامج من هناك. لان حذفك للبرنامج هناك غير حذفك البرنامج من سطح المكتب. من سطح المكتب راح يحذف البرنامج عادي. لكن من ذيك الجهة الاعدادات عام ذاكرة التخزين من هناك راح تهدف لك البرنامج من جذوره. فراح يعني مثل ما تقول تحمل البرنامج من جديد. بس انك قصدي انك بتحذفه بتشيل المشكلة يعني. فجرب تجرب. شوف كبداية انت لازم تفكر فيها من منظور مطور. يعني شركة الواتساب مثلا بتنزلك ميزة جديدة. لا تتوقع ان قد ما هي الواتساب نفسها جربت الميزة هذه لا تتوقع ان خلاص يعني جربتها الحين وخلاص بس سنة سنتين. لا ما راح يجربونها سنة سنتين. لكن لو جربوا هذه الميزة خلاص بقول لكم الميزة ما فيها شيء. خلاص السوفت وير هذا ما في شيء. خلنا ننزل حق الكل. ننزل حق الكل في نفس اليوم طلع لك مشاكل يمكن. لان ما راح شركة الواتساب تجرب جميع اللغات فيه. يمكن طلعت لغة من اللغات فيها مشكلة. كم مرة طلعت اللغة باللغة العربية مثلا في مشكلة في السوفتويرات واشياء ثانية في نظام برضه أو في أنظمة. فكشركة ايش تسوي؟ تنزل نسخ للمطورين أو مش المطورين بيتا. نسخة مش للكل وسواها الواتساب. يكون حق الأشخاص العاديين اللي يبون يجربون النسخة مثلا تبي تجربها أوكي جربها في الموقع حقهم تحصلها برضه. فيها مشاكل تقول لك بس انك بتجربها عشان تسرع ذي الشيء تسرع الاكتشاف المشاكل اللي في النسخه قبل ما انزل حق الكل. فيها مشاكل بس انت اوريدي قابل ذي الشيء اذا كنت بتجربها. خلصوا من هنا ينزلوا حق الكل. ينزلوا حق الكل لكن في بعض الميزات تكون قويه. مثل الصيف اللي راح الواتساب كانت تبي تشغل الدفع البيمنت لانك تقدر تدفع لحق الاشخاص بنفس الواتساب بس موجود في فيسبوك وبعض الشركات. أبل بيبل مثلا كاش في الاي مسج. لكن شغلوها في البرازيل بداية تجربة فيها فلوس فيها بنوك فيها سيكيورتي فيها أشياء كثيرة. فلازم حبة حبة يفتحونها. فجربوا فزير البرازيل وطلعت مشاكل وفي شكل في صارت شكاوي وكل شيء وقفوها. تخيل ندير ميزة نزلوا حق الكل العالم كله شو بتسوي الواتساب كيف 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 تحلها الحين إذا نزلت حق الكل. البرازيل طلعت مشاكل فيها فكده وقفت كل شيء. ف في بعض الميزات ما تنزلهم حق الكل بسبب التست اختبارات جربها عندك ونزلها. هذا في هذا نوع من انواع البرامج. في بعض البرامج يقول لك لا عندنا ميزه جديده ومثلا بي بي ام تذكرونها في 2012 و2013 هو منزلوها تقريبا نزلوها حق دولتين اول اسبوع نزلوها في تقريبا من اب ستور. تحمل اذا تشوفه اذا كان حسابك مثلا كندي اذا كان حسابك في الدوله الثانيه البدايه. بعدها اسبوع اسبوعين نزلت الحق حساب مثلا الامريكي نزل. ليش حبه حبه؟ علشان هو البرنامج صح لكن شركه بلاك بيري ذيك الفتره تدري ان الجوالات حقينها يعني كانت ذيك الفتره السيرفرات حقتهم
تدعم الجوالات حقينها بس، بعدين يفتحون فيعرفون كم شخص راح يجي لهم، ملايين، فمية في المية راح يطيح السيرفر حقهم، راح تقفل كل شيء، فما يبون ذي الحركة، فيقولونك نوسع حبة حبة لين ما السيرفر نفسه يستوعب ذا الشيء. فهذا خيار من الخيارات الثانية. وفي أشياء ثانية مثل أبل وغيرها، مثلاً ما مثلاً خلينا نرجع حق الفيس تايم، ليش ما نزلت ذيك الفترة في السعودية؟ فيس تايم والأشياء الثانية الدولة ما تبيها، قلت ما نزلت، فالسعودية ما تبيها، أبل تقول لك خلاص ما نزلها لك. على حسب الحكومة وعلى حسب الأشياء. هذا في أحيانا يكون من الشركة، من الحكومة نفسها ما تبي الميزة فما تنزل، في أحيانا تكون من الشركة نفسها، يعني مثل الأبل بي الحين نزلت حق دول الخليج يمكن كلهم ما عدا الكويت يمكن، لكن الأبل كارد ما نزلت. ليش؟ لأن فيها فلوس ذي الشركة، وأبل فتحت بنك والأشياء الثانية موجودة هنا في أمريكا الآن، يمكن في دولة ثانية أشياء اللي فيها بنوك، فيها سيرفرات، فيها أشياء ذي لازم تتوسع حبة حبة، ولازم يكون شيء بطيء علشان ما تكون في مشاكل. الآن قبل شهرين وهذا شو طلعت مشاكل في أمريكا هنا لحق الأبل كارد. تخيل إنه موجود في العالم كله، شو تصير؟ شو تسوي أبل؟ فلازم حبة حبة، في أشياء لازم حبة حبة علشان تتوسع منها الشركة. وهو الجوال نفسه، الآيفون الجوال نفسه أول ما بدأ بيعه ما نزل حق الكل، هو أول شيء في أمريكا، ما تقدر تغطي كل شيء. الايربودز العادية لا انتظر، لأن في أخبار إنه راح تنزل واحدة لكن ما ندري متى. إذا كنت تبيها الآن اشتر، لكن إذا بتزبرون ما في أي خبر لها، ما ندري. فإذا قلت انتظر انتظر، أصحابي يقول لك انتظر وبعدين ما ينزلونها، أنت وحدك. وين تصنع الساعة أبل؟ في مصانع أبل يعني. وين تصنع؟ إذا كانت في الصين يعني، مثلا أبل عندها مصانع في الصين، أو مش مصانعها لكن مثلا تصنع هناك يعني. أبل عندها مع شركة فوكسكون في الصين، طبعا هناك كتجميع أو الشركة هناك اليد العاملة كثيرة في الصين، فنخلي المصانع حقتها في الصين هناك. ولو تشوف القطع اللي في الايفون تقريبا ولا قطعة موجودة مصنوعة في الصين، أكثر القطع موجودة من كوريا، من شركات ثانية خارج الصين، لكن اليد العاملة في الصين ما في نفسها. الآن أبل جالسة تحاول تطلع من فوكسكون في الصين، طبعا حتى سامسونج العملاقة سامسونج في الصناعة، في بعض القطع حقينها يصنعونها في الصين مش في كوريا، وفي مصانع فوكسكون برضه شركة كبيرة، وفي أكثر الشركات العالم تتعاقد معها عشان تصنع في جزاتها. فكيد عاملة من الصين، وأبل جالسة تطلع الحين من للهند وكذا دولة ثانية برضه. الماك برو الغالي مصنوع هنا في أمريكا، جزء من حق القطاع مثل أمريكا وغيره، وفي الجزء الثاني حق العالم الجهة الثانية من الصين، فعلى حسب. لكن كصناعة كشركة الأداء وكل شيء والكواليتي كلها ما له شغل، يعني مثلا جهاز الايفون مصنوع في الصين وفي جهاز ثاني مصنوع في أمريكا، أبل ما راح تبيع لك، لازم يكون الكواليتي نفس الكواليتي أو الجودة نفس الجودة، لأن الجودة أو الصناعة في النهاية من شركة واحدة اللي هي أبل في كاليفورنيا. اتوقع اتكلم عن بعض الاشياء اللي طلعت السيرفرات، لكن هذا مشكلة شنو هي؟ ان طلعت الخبر صح ان الايفون 12 اللي بالالومنيوم في الجوانب الالوان تتغير، لكن المشكلة الخبر انتشر كله، انتشر في كل المواقع، وصورة واحدة، صورة نفسها للجهاز الايفون الاحمر اللون في الجنب، وين الجهة الثانية؟ ليش ما في الا جوال واحد والخبر ده انتشر كله؟ طبعا بداية اذا اللون تغير، انا ما اعترف بأخبار متعددة في كل المواقع على صورة واحدة جالسين ويتكلمون ان الخبر هذا جوالات الايفون 12 فيهم مشاكل ما ادري شنو. طيب وين الصور؟ ما في صورة واحدة، شو الخبر ذا التافه هذا؟ وين الجوالات ذي كلها؟ جوال واحد بس. واذا في ذي المشكلة، انت شريت الجهاز الان طلعت لك المشكلة ذي، تروح حق قبل قولها مسكه لون الجهاز تغير في الجنب، أبل تغير لك بس. افتح موقع أبل الآن www.apple.com، وفي خيار الآيباد تضغط عليه هناك، الآيباد برو تضغط عليه وتشوف الأسعار اللي هناك. الآيباد برو السعر هذا اللي موجود راح يكون نفسه بالضبط الآيباد برو اللي راح ينزل الشهر الجاي، نفس السعر نفس القيمة. إيه أتوقع قبل شو رديت على الشخص نفس سؤالك، فحتى أنا وتكلمت أول ما نزلت الإيربودز برو أصلاً إني ما أحب الجهاز، فننتظر الإيربودز الجاية. مع إني أستخدم الإيربودز برو الآن لكن ما أرتاح حق الجهاز، أرتاح حق بلاستيك أكثر. الأشخاص اللي يقولني وينك فيه أصلاً باين يعني من الصوت وباين من الخلفية، وأنا فيه
برا ما اقدر اطلع وانا اسولف معاكم الان، ف طالع الحين خلاص. في اليوتيوب كذا فيديو سويت عن المؤتمر، شو نتوقع جلسة في المؤتمر، لكن كأوبرول المتوقع أو 100% الآيباد برو، يمكن إير تاك تنزل، يمكن إيربودز تنزل، هذه الأشياء اللي ننتظرها يعني. شوف يمكن يعني ماجيك كيبورد متوقع، ما أدري يمكن لا، وقلم أبل جري مع الآيباد برو يعني مع سلسلة الآيباد برو، بس هذه الأشياء اللي متوقعين إنه ينزل. ومتى؟ قبل شو تكلمت برضو بداية إن شاء الله في النصف الأول من إبريل. أوكي هذا السبب أقدر أقولك إياه بسرعة، إن التغنية الجوال الآيفون مع الشريحتين اسمه ستاند باي مش فول أكتف. الفول أكتف أذكرها السنوات اللي راح، يعني مش السنوات اللي راح، من زمان كانت موجودة، قامت تقل الآن. فالتغنيتين شو الفرق بين الجهاز، إن الأبراج الجهاز هذا يمسك يعني بدون ما تسوي شيء هم يشتغلون اثنينهم، بس جت من كلامه هنا تفصل الشريحة الثانية، وأبل تقول لك مثلا خل الشبكة الثانية على الواي فاي كولين مثلا، اللي يقول لك قاعد أكلمك من الآن. في شريحتين، في شريحة أمريكية، في شريحة السعودية. السعودية حطها على الواي فاي كولين، فإذا كلمت شريحة أمريكية السعودية ما تفصل، ليش؟ لأن هي على الواي فاي كولين، إذا باني وجرس على مكان على نطاق الواي فاي. فإذا أنت في السعودية سوي الحركة، أما على شريحة الثالثة للأسف ما في حل، ما في حل. فهذا الفرق. إذا تبي تفهم كل شيء اكتب في جوجل وشوف بين الفول أكتف وستاند باي شرايح الجوالات وتعرف الفرق. طبعا رغم أن أبل إلى الآن تبيع الأبل ووتش 3، فأنا أفضل يعني إذا كنت تشتريها بتجلس معك سنتين يمكن، لكن صرت بيها أكثر يعني. أوكي اشتر الأبل ووتش 4 أو 5 أفضل، لا تشتري 3. ما إذا ما عندك إلا فلوس الثري وودك تشتري الأبل ووتش بشترها، بس إنه يعني راح تشتغل كويس وكل شيء، لكن حجمها صغير والمعالج قديم يعني. كم لها سنة الحين؟ إحنا وصلنا 6 3 سنوات يعني، مع إن أبل الآن تبيعها. حس إن يعني لو تقدر تأخذ الإس إي أو الفور أو الفايف أفضل بكثير من الثري كمعالج، كدعم قدام. ما أنا الثري أتوقع بالكثير سنتين، أتوقع بالنسبة لي بالكثير سنتين وتوقف. بالنسبة لي ما في فرق كدقة، ما في فرق إلا في السيراميك شيلد، إن الآيفونات 12 الجديدة كلهم يعني مش بس البرو في السيراميك شيلد، إن الشاشة الأمامية طبعا ما تنكسر، لكن الخدوش نفس الخدوش يعني ما تنكسر صح، لكن خدوش يعني لدرجة في فيديوهات إن رمى الجهاز على وجهه من فوق لتحت، الشاشة ما انكسرت، خدوش جات لها خدوش أوكي، لكن الشاشة ما انكسرت، القطع الداخلية انعطمت، صار فيها خلل داخل والشاشه ما انكسرت. فهذا قوه الشاشه، لكن كاداء والفروق ما في فرق. تحس يعني اذا كنت بتدقق على اداء ومحتار بين ال11 برو وال12 لا تحط الشاشه بسيط بينهم، وان في فرق بينهم لا. بس كذا نوقف اسئله اليوم، ما راح اجاوب على اي سؤال الان، يمكن بكره نكمل معك. السلام عليكم.